السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني ديال هذه الخدمة هذه. فبالنسبة للرشمة بزاف سولوني على الرشمة اللي أنا خدمت عليها. المهم غادي نخلي لكم الصورة ديالها في الانستغرام وكذلك في الفيسبوك، وغادي ندير لها حتى بوست هنايا في القناة. اللي بغات ترجع غتلقى بوست فيه تصويرة ديال هذا الرشمة اللي كتقدر ترسمها بسهولة، واللي ما كتقدرش راها تهز هذيك التصويرة عندها وتامبريميها وتخدم عليها. المهم غادي نعطيكم 4 ديال النصائح بسرعة، غادي يعاونوكم بزاف الا تبعتوهم باش انكم تعلموا الطرز الرباطي. الطرز الرباطي ساهل وصعيب في نفس الوقت، خاصك غير تركزي فيه مزيان. حتى انا اول مرة جاني صعيب بزاف، ومن بعد بقيت حتى عرفت الاخطاء اللي كندير وحاولت انني نصلحهم. المهم اول حاجه ديريها هو انك تخدمي بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي. البوبينه الثمن ديالها 15 درهم في شي بلايص و13 درهم في شي مناطق، يعني الثمن غير محدد. ثاني حاجه وهو انك تشدي الخيط وديريه على 3 ديال الشعرات، 3 ماشي 5. انا فايت لي خدمت بخمسة وكانت الخدمة صعيبة. المهم غتخدمي كما قلت لكم 3 ديال الشعرات، ومن الافضل هذه غير الطريقة ديالي اللي انا خدمت بها، برميه واحد البريم اللي يكون خفيف بزاف، يعني بريم ماشي بحال البريم ديال الراندا، غير واحد شوية كتبرمي هذوك الخيوطة باش تسهل عليك الخدمة. كما قلت لكم هذه فقط غير الطريقة ديالي، درتها حيت سهلات عليا الخدمة. ثالث نصيحة وهو انك تخدمي بالبرا تكون جديدة، من الافضل البرا القديمة تكون راس ديالها حافي وما تقدرش تعطيك الضربات في البلايس ديالهم في نتية باغة، فخدموا بالبرا تكون جديدة من الافضل. رابع نصيحة فاش تكوني خدامة وتبقايش مركزة غير على الوجه وتنسي الظهر، حيت الظهر مهم بزاف. مرة مرة قلبي الخدمة وشوفي الظهر واش عندك شي خيط محلول، إذا كان شي خيط محلول حاولي أنك ترجعي تعاودي الخدمة قبل ما تكمليها، حيت هذاك الخيط ممكن من بعد يخرج على برا ويخسر لك الخدمة. المهم دابا غادي نكمل معاكم. في الجزء الأول كنا خدمنا هذيك الوردة اللي بالبريد في الوسط، وفي هذا الجزء غادي نخدم معاكم هذا الشكل هذا بالطرز الرباطي. بالنسبه للناس، بالنسبه اللي بغات يعني ترسم هذا الرشمه هذه، حاولوا تستعملوا لومبالاج ديال الدواء، رسموا فيه الشكل بحال مثلا انا هذا الشكل هذا اللي غادي نخدم معاكم دابا، رسمته في لومبالاج وقطعته وبقيت فين ما كنبغي نخدم به كنعاود غير نطراسي. الطريقه راه فايت لي كنت خدمتها معاكم شحال هذا في واحد الرشمه واحده اخرى، وهي الطريقه اللي كندير كل شكل كنديرو في هذاك الكرتونه هذيك لومبالاج ديال الدواء هو اللي تنخدم به، كيجيني ساهل ومتوفر، فرسمي عليه الرسمه ديالك وبقاي تستعمليه بحال تتبقاي تطبعي عليه حتى تكملي الرشمه. واللي بغات تسهل عليها الخدمه راه تامبريميها، انا راني صايبتها مقاده، انا رسمتها غير في ورقه وصورتها وغادي نلوحها لكم ان شاء الله، فامبريميوها اللي بغات تخدم عليها. المهم هنا هاد الضربات حاولوا ان الضربات اللي يكونوا الفوق يكونوا قراب وهاد اللي لتحت يكونوا واحد شويه بعاد. لاحظوا معايا الخيط واخا تيكون مبروم راني ترجع نحلو في الاخر، فغتبقاو غاديين. يعني هنا ما كاينش شي نصيحه اللي نقدر نعطيها لكم تعاونكم بزاف، نتوما غاديين خدامين، عينكم ميزانكم، هادشي كيبغي غير الوقت ونتي وليدك، ما تبغي غادا بشويه بشويه حتى تتعلمي كما تعلمتي الراندا غادا تعلمي الطرز، ما كاين شي حاجه صعيبه. فالان غادي نهبط الخيط بهذه الطريقه، ولا كان الخيط ملوي ولا شي حاجه كنعاود نرجع نحلو. المهم هنا حاولوا انكم تجروا الخيط وديما شوفوا الظهر ديال الخدمه. دابا انا مع التصويره ما تنقدرش نشوف الظهر، ولكن مرة مرة كنوقف وكنعاود رجع نكونترولي مزيان. غادا تحاولي انك تهبطي هاد الخيط وتجريه بهذا الشكل حتى يتسرح مزيان وتهبطيه.
كما قلت لكم الفوق الضربات يكونوا شويه قراب، غير حيت انا بغيت هذا الشكل يكون مايل. ف وهنايا واحد شويه بعاد ماشي بزاف، حاولوا تتبعوا على الرشمه وما تخرجوش عليها. والورقه اللي تنطبعوا عليها ما صورتهاش لكم، ولكن سميتها كتقول ليه اعطينا البابي كاربون، هو اللي تخدمي به. كديري فوق الثوب وتديري الورقه اللي راشمه فيها الرشمه ديالك وصافي، كتبتيها بالفنيت وتبقاي ترسمي بقلم الرصاص فوق منها. من الافضل قلم الرصاص، ستيلو شويه بحال تيتقب هذيك الورقه. المهم انا هنا هاد البابي كاربون اللي استعملت كان اللون ديالو في الصفر وما بانش مزيان صراحه في الثوب، وداكشي علاش اضطريت نعاود فوق منها بقلم الرصاص وعاد خدمت. يعني ماشي اشكال في النهايه، قلم الرصاص ما غاديش يبقى يبان. المهم هذه الطريقه اللي درت، فاللي خدمات بالبابي كاربون بانت ليها الرشمه ما تعاودش، انا ما بانتش ليا الرشمه مزيان فعاودت. المهم دابا غتكملوا هاد الرشمه ونتلاقاو في هذيك الشكل ديال بحال الوريقه درتها اللي الفوق، نوري لكم كيفاش كتخدم. هذا هو الشكل النهائي، كتبقاي غاده بواحد الطريقه مايله. لاحظوا معايا دابا فاش قلبت الخدمه، الا لاحظتوا الظهر بحالو بحال الوجه، ما كاينش شي خيط اللي محلول او شي خيط اللي ماشي في بلاصتو. هذوك الخيوط اللي تبقاو محلولين راه تيديروا مشاكل كبيره بزاف، خاصه من بعد وخاصه مع التصبغين. ف حاولوا انكم تخليو حتى شي خيط يبقى محلول. هنا باش غادي نرجع نثبت هذا الخيط مزيان، كنحاول ندفنه في وسط هاد الخدمه هذه، وتديري هاد العقدات هادو وصافي. المهم هذه هي الطريقه ديالي باش كنخدم، باش نقدر نضمن ان هذاك الخيط ما غاديش يعاود يرجع يتحل. فهنا غتبقاي غاده عادي دفني الخيط مزيان، ودابا صافي نعاود رجعت هبط لتحت وقطعيه باش ما يبقاش بحال كيبقى تبان الرشمه من التحت ما مزوينش. واخا كي اللي غتقول لي وحنا ما عندنا ما نديروا زوينه ولا خايبه من التحت، المهم تكون زوينه من الفوق، ولكن التنظيف شي حاجه زوينه صراحه. المهم هنا هاد الوريقه هذه كتبداي من الفوق وكتبقاي غاده كتقسميها بعدا بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نهبط هنا واحد شويه ونهبط البره. لاحظوا معايا مزيان تقريبا كما قلت لكم، لاحظوا البريم راه الخيط مبروم خفيف بزاف. هنا غتعاودي ترجعي لنفس النقطه، نفس البلاصه فين هبطتي في الاول، ترجعي تعاودي تهبطي. هنا غتهبطي واحد شويه طلعي بهذا الشكل، وغادي نمشي لهذه اللي لتحت. كتبعدي غير واحد المسافه بسيطه جدا، كنتمنى الصوره تكون واضحه باش تقدروا تتبعوا عليها، وكتمشي للجهه المقابله. بقاو غادي خدامين، خدموا اليمين واليسار في مره واحده، تنهبطوا لتحت عاد غادي نديروا اليمين بوحدو واليسار بوحدو. Thank you.
ودابا غادي نحاول نخدم كل جهه بوحدها، يعني غادي نخدم اليسار حتى نكملها ونعاود نرجع لليمن. لاحظوا معايا الطريقه، طلعي الخيط في هاد النقطه هادي تعاودي ترجعي تهبطي على هاد الشكل. مهم هذا غير هاد الشكل اللي انا خدمت عليه، كاين واحد الوريقات وحدين اخرين كتخدمي كل شيء في خط واحد. المهم ما عرفش واش فهمتوني، مهم هذه هي الطريقه اللي انا خدمت بها. دابا غتبقاي غادا هابطه حتى توصلي للتحت. لاحظوا معايا مزيان، شوفوا معايا هنا كيفاش غادي نهبط. فاش كتوصلوا لهنا حاولوا انكم تصغروا شويه الخدمه باش تمشيو، يعني داكشي يكون غادي مقعد. ركزوا معايا الظهر ديال هاد الوريقه هادي. اول حاجه شوفوا الظهر كيفاش مقعد، وثاني حاجه كتمشي نيشان وتعاودي ترجعي في هاد البلاصه. كما قلت لكم دائما الوجه يكون بحالو بحال الظهر في الخدمه، تكون هذاك الشيء كامل غادي متقون وغادي مخدوم مزيان. ما تخليوش هذوك الخيوطه تبقاو محلولين، وبزاف كيديروا هاد الغلط هذا ومن بعد تكون يعني النتائج خايبه. المهم دابا غادي نبقى غادا هابطه حتى نوصل لتحت ونرجع نكمل معاكم ان شاء الله. دابا فاش كملنا هاد الوريقات هادو غادي نرجع نخدم معاكم هاد الورده. طريقة ديالها ساهلة، هاد الوردة هادي مفيهاش خدمة كتيرة، غادي نحاول نخدمها نقسمها. المهم هادي هي الطريقة اللي بانت ليا مزيانة وسهلة وكتجي تقريبا مضبوطة خاصة بالنسبة للمبتدئين، فهاد الطريقة زوينة وتقدروا ديروها حتى في أنواع ولا في أشكال وحدة أخرى ديال الطرف. أول حاجة كنقسم هاد الوردة هادي من النص ديالها، لاحظوا معايا مزيان بحال غادي نقولوا كل وحده غادي نقسمها على ثلاثه وغنبقى غادا كندور. هذه هي الثانيه، غادي نحاول نهبط الخيط وحاولوا تخدموا مزيان. دابا غنمشي لهاد البلاصه هذه وغادي نعاود نرجع نقسم هاد القسمه الثالثه. فهاد الطريقه هذه كنظن باللي هي سهله وبسيطه وما فيهاش تعقيدات بزاف. من بعد غنعاود نرجع نقسم هذه من المنتصف ديالها بهذا الشكل ونهبط البرا هنايا. كما كتلاحظوا الخيط تيبان بحال ما مبرومش عادي جدا، حاولوا انكم ديما تسرحوه فاش توصلوا لهاد البلاصه هذه. ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء المقبل نكمل معكم في هاد الخدمه هذه. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم وشكرا للتعاليق ديالكم.